الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم سبحان الله الرحمن الرحيم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد سبحانك وبحمدك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مشكور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعفة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام رحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور، اللهم آمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور.